ركبنا المدرعه دهيا. في ساعتها لقيت واحد بينادي، يعني انا بوثق بالظبط يعني لحظه، واحد بينادي عربيه المحافظ بتتحرق، عربيه المحافظ بتتحرق. العربيه اللي احنا كنا لسه جايين بيها من القاهره. ففاكر انا السواق اسمه محمد، فطبعا دي العهده بتاعته، لقيته بيجري على العربيه، على العربيه في الجراج خلف المبنى. مفيش 5 دقايق لقيته جاي واخد طلقه في 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 دراعه. في دراعه. طبعا بعد كده لما هنرجع ونتكلم، لما رجعنا بعد 48 ساعه للمبنى، انا عاوز انه فهو الوقت خد الطلقه، العربيه اللي راح شافها شكلها ايه شفناها بعد كده، يعني لقيناها بعد كده. المهم خدنا المدرعه وركبنا، اتقفل علينا وهم المدرعتين كانوا. طبعا يعني المدرعه عرفت انها بتاخد يعني 8 4 كراسي كده و4 كده، والسائق بتاعها. احنا كنا مثلا حاجه و20 واحد في المدرعه. طبعا يعني كل واحد، لانه لازم تعملوا اخلاء طبعا. كنا احنا 14 اغسطس، وانا رايح وبدله، ودي فرن يعني جوه حته كتله من الحديد، نتسبب عرقا. وببص من الفتحات بتاعتها لقيت ناس بيجروا ورانا ومعهم آلي ورا المدرعة، بيجروا وراها. كنا سامعين رصاص زي المطر فوق المدرعة. فوق المدرعة. وانا اتذكر جالي مكالمة تليفونية، ده توثيق للتاريخ، لقيت بيكلمني الدكتور محمد ابراهيم. الدكتور محمد ابراهيم كان وزير للآثار في هذه الفترة. فالدكتور محمد الراجل مش عارف القصة، بيقول لي مبروك. قلت له مبروك يا دكتور محمد، انت عارف انا فين؟ انا جوه مدرعة. قال لي مش معقول، فحكيت له سريع عن القصة. فلقيت احدى القنوات بتكلمني وعملوا انترفيو سريع، قالوا لي وزير الاثار كلمنا وبيقول انت جوه المدرعة. وانا جوه المدرعة. فيعني حكيت شوية على الهوى اللي بيحدث. المهم طلعنا بعد يمكن نص ساعة بصعوبة بالغة من الحوش بتاع المحافظة، لانه طبعا حضرتك متخيل الحوش يعني ده ممرات كده، ودول المدرعتين يعني كنا بنخبط في بعض، اللي قدام يرجع يخبط فينا، ويعني احنا عايزين يطلعوا. طلعنا من المبنى، فبسأل الضابط اللي معانا، لقيت نفسي ببص من الفتحات لقيت ماشيين بقى ايه مدرعتين في طرقات محافظة الفيوم.